brillance comme le soleil. الفنان الفرنسي سيباستيان تيليه يعود لعشاقه بألبوم جديد اختار له عنوان لافونتورا، ويجمع فيه بين موسيقى البوب والموسيقى الإلكترونية. تيليه سجل ألبومه الجديد في البرازيل، لكنه يحدثنا من خلاله عن طفولته في باريس. البرازيل هي المكان المثالي لتسجيل الألبوم، لأنني حاولت فيه إعادة كتابة طفولتي بطريقة أفضل. طفولتي كانت عادية حقا، فهي طفولة بسيطة للغاية في إحدى الضواحي الباريسية حيث تتشابه كل البيوت. مثل لذلك مشكلة حقيقية. هذا الماضي كان مشكلة، كنت أقول لماذا أنا هكذا؟ ربما كنت أريد أن أكون فريدا من نوعي، ولأنني عشت في حي تتشابه فيه كل البيوت كنت أطرح عديد التساؤلات حول الماضي. سيباستيان تيليه يأمل أن يحظى ألبومه بإعجاب الجمهور، لأن ذلك هدف كل فنان. عندما تستمعون إلى هذا الألبوم ستشعرون أنه ألبوم مليء بالفرح والسعادة، ولكن في نفس الوقت ستشعرون أنه حزين للغاية، كما لو أنني أودع فيه طفولتي وأقول لنفسي يجب أن أصبح راشدا وأواجه الحياة الحقيقية بما فيها من زواج وأطفال، أي أنه يجب علي أن أكون صلبا. هذا الألبوم يحكي عن كل ذلك وعن الألم الذي نمر به لنصبح كهولا. ألبوم لافونتورا لصاحبه الفنان الفرنسي سيباستيان تيليه حاليا في الأسواق.